مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة ساريا ياسين من الجامعة الأمريكية في القاهرة. ساريا أرحب بك، تفضلي، ماذا لديك من جديد؟ نعم، شكرا جزيلا نانسي. يعني بعد انتهاء خطاب بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هنا من الجامعة الأمريكية في القاهرة، هذا الخطاب أو هذه الجولة التي يجريها بومبيو في عدد من الدول العربية، حوالي 8 دول عربية، للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالتحالف مع الدول العربية والتزامها معها، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. يعني دعيني الآن نانسي أتحدث مع السيد ناثانيال تاك، وهو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. السيد ناثانيال، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، أهلا بك. في البداية دعنا نتحدث عن العلاقات المصرية الأمريكية التي أخذت جزءا من حوار بومبيو اليوم الآن في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأيضا حتى صباحا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. في هذا النطاق تحديدا أو في هذا الإطار تحديدا كان يتحدث عن أنه هناك التزام وتحالف استراتيجي سيتم تقويته مع مصر، كيف ترى هذا أو هذا الملف بالتحديد؟ طبعا يعني مصر لديها دور محوري جدا في هذه المنطقة، ولذلك كان لابد من الوزير أن يلقي مثل هذا الخطاب والمهم يعني في هذا المكان نظرا لأهمية مصر. ونحن لدينا طبعا شراكة أمنية واقتصادية قوية جدا مع مصر، سواء كان على المستوى الشعبي أو العسكري أو الاقتصادي، والولايات المتحدة ملتزمة كل الالتزام لتعزيز هذه الشراكة، وهذا هو الغرض الرئيسي وراء هذه الزيارة. كيف تظن أنه يمكن تعزيز الشراكة مع مصر، خاصة أن العلاقات المصرية الأمريكية بالفعل هي علاقات قوية؟ نعم، يعني ربما التحالف الاستراتيجي الذي تحدث عنه تحديدا بومبيو اليوم. طب هذا التحالف الاستراتيجي ينضم يعني مصر والأردن والدول الخليجية، وهي يعني هو تقريبا يعني تحالف عسكري واقتصادي وسياسي من كل النواحي. يعني ما زال هناك الكثير من التفاصيل لابد أن تتم طرحها، ولكن نحن نرى أنه هذا يكون يعني أداء مهم جدا لتعزيز العلاقات العربية من داخل المنطقة مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديد مشتركة مثل التهديد الإيراني وتهديد التطرف العنيف الذي يهددنا جميعا. سيد ناثانيال، اليوم تحدث أيضا بومبيو عن أن إدارة باراك أوباما تعاملت مع الشرق الأوسط بشكل خاطئ، كيف قرأت أيضا هذا الجزء بالتحديد؟ نعم، الوزير بومبيو أوضح بأن يعني للأسف الإدارة السابقة يعني ترددت بشكل كثير جدا من ناحية اتخاذ خطوات عازمة وحازمة لمواجهة الكثير من التهديدات. في هذا الوقت يعني الإدارة الجديدة تريد أن تكون لدى أمريكا دور فعال في المنطقة، دور قيادي، ولكن بالتعاون مع الشركاء المحليين مثل مصر. فهذا هو الرسالة الرئيسية. وعلى سبيل المثال يعني الجهود الأمريكية لمحاربة داعش، الجهود الأمريكية لتطبيق الضغط على النظام الإيراني، كل هذه الأشياء تصب في صالح هذه الاستراتيجية القوية الفعالة من أجل الخير في المنطقة. نعم، بالحديث أيضا عن العلاقات أو تقويض القوة الإيرانية في المنطقة والوقوف أيضا في صف الشعب الإيراني الذي تحدث عنه تحديدا اليوم بومبيو هنا في خطابه في الجامعة الأمريكية، كيف ترى أيضا هذا الجزء تحديدا؟ نعم، طبعا الحكومة الإيرانية تقوم يعني بث الفساد وعدم الاستقرار والفوضى في كل مكان في هذه المنطقة، سواء كانت في سوريا في اليمن، وهذا تهدد مصر أيضا، يعني هذا تهدد طبعا الجميع. يعني فلذلك يعني الحكومة الأمريكية قامت يعني انسحاب من الاتفاق النووي الذي كان خطأ كبير جدا، وفي نفس الوقت يعني تطبيق العقوبات الاقتصادية الشديدة غير مسبوقة على إيران، وإننا نعمل مع مصر ودول في المنطقة من أجل يعني تضييق الخناق حول إيران، من أجل منع إيران من يعني السيطرة على المنطقة والمشروع التوسعي الموجود لديها. كيف يمكن أن يحدث ذلك، تقويض القوى الإيرانية رغم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟ يعني هذا الجزء بالتحديد الذي يتصدر عناوين كافة الصحف في كل العالم، كيف يمكن مع ذلك أن يكون هناك تقويض للقوى الإيرانية تحديدا في المنطقة، خاصة مع الانسحاب الجنود الأمريكان من سوريا؟ طبعا هناك الكثير من الأدوات لتطبيق الضغط على إيران، الأداء العسكري مجرد واحد من هذه الأدوات، ولكن لدينا أدوات سياسية، أدوات اقتصادية، أدوات تجارية، فيعني نستخدم النطاق الواسع من القوة الأمريكية يعني من أجل يعني ردع إيران من تصرفاتها الخبيثة في المنطقة.
أخيرا الشرق الأوسط أيضا هو جزء هام من هذه الجولة، 8 دول عربية يتم زيارتها، كيف ترى هذا الاهتمام أو كيف تقرأ هذا الاهتمام بالدول العربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق هذه الزيارة من قبل بومبيو؟ نعم، الوزير بومبيو زار هذه المنطقة الكثير من المرات، يعني نتذكر عندما الوزير بومبيو تولى لهذا المنصب يعني هو زار يعني عمان وزار المنطقة قبل أن وصل إلى واشنطن على فكرة، فيعني هذا خير دليل على أن لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع شعوب هذه المنطقة، وإننا نريد أن نبني علاقات مستمرة معها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. نعم. شكرا جزيلا السيد ناثانيال تك، والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ناسي تحدث معنا سيد ناثانيال عن عدد من النطاق تخص التعاون مع مصر، التعاون مع عدد من الدول العربية، تقويض القوى الإيرانية في المنطقة، وحتى انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، عدد من الملفات التي تحدث عنها بومبيو اليوم والتي تحتاج ربما وقت طويل حتى للحديث عنها. شكرا جزيلا وعودة إليك مرة أخرى. سري ياسين، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء مع السيد ناثان بيك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكم.